يا اهلا وسهلا، يا اهلا، شرفتونا. اهلا بيكم بقى. الدكتور احمد واخواته عاوزين يشتروا ارض، وطبعا الحكايه مش بيع وشراء وبس، لا، الارض زي الست، عشان كده قالوا الارض عرض، والعرض والعياذ بالله لو ما اتصنش بياخد في سكته الهبه والاحترام والعزه والكرامه وكل حاجه بتزول بعيد عن السمعين. عشان كده انا وافقت على كلام الدكتور احمد، والحفاظ على الأرض مش شوية ورق وفلوس مكنزينها، لأ، الحفاظ على الأرض بتشغيلها. عشان كده هم عاوزين يشغلوا الأرض، والأرض لما تشتغل بدل ما كنتوا هتكسبوا منها قرش هتكسبوا بعون الله وبركته قرشين. الله يبارك لك يا شيخ عبد المجيد، وربنا يرزقها بالحلال إن شاء الله. يعني إيه يا عم الشيخ؟ تسمح لي بعد إذن حضرتك يا شيخ عبد المجيد. اتفضل يا ابن، اتفضل. مبدئيا انا هستسمح اخويا الكبير الحاج فتحي نتكلم. اتفضل يا حاج احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي احنا ناويين نعمله عندكم في البلد هنا ان شاء الله هو مشروع تربيه دواجن. ليه؟ لان بلدكم الحمد لله من البلاد الغنيه بالدواجن والثروه الحيوانيه عموما، ولذلك لما قررت انا واخواتي وبركه الشيخ عبد المجيد طبعا اننا نعمل مزرعه دواجن هنا، قررنا حاجه حلوه قوي كمان، إننا نعمل جنبها مجمع تسويق. ليه؟ هذا المجمع هيبقى بابه مفتوح لكل أهل البلد علشان يسوقوا من خلاله أي منتج هم عايزين ينتجوه، وده من ناحية تانية هيعمل حاجة حلوة قوي، هيخلق فرص عمالة لكل أهل البلد. ده غير يا سيادنا، بعد إذنك حاج أحمد. حبيب، اللي قال لكم عليه الحاج أحمد ده هيبقى جزء من المشروع، الباقي إحنا ناويين إن شاء الله نزرع منه جزء كبير قوي، طبعا بالإضافة لمزرعة الدواجن اللي إحنا هنعملها على أكمل وجه، واللي ان شاء الله انا واخواتي هنقوم بيها من الالف للياء. طب واللي مش عاوز يبيع؟ والله يا حاج ابو سمره براحته، اللي عايز يبيع يبيع، واللي مش عايز هو حر. جراه يا ابو سمره، بقى ربنا بيبعت لكم الحسنات لحد باب داركم، وانتوا ترفصوها ما تسمعوا بقيه الكلام. طب قول لي يا حاج ابو سمره، انت قلت لي الفدان عندك يعمل له كام؟ الفدان ب 5000، يعني ال 13 ب 65000 جنيه. طب ايه رايك في 85000 جنيه؟ طب انا عندي 5 فدادين، تاخدوهم بكام؟ معلش يا حاج خليل، احنا اصلنا مستعجلين وحابين قوي ارض ابو سمره. انت بعدين، وانت كنت زرعت ولا قلعت فيها علشان تعجبك يا دكتور؟ ابدا، بس رقم 13 ده اصل انا واخواتي في الحقيقه بنتفائل بيه. ها قلت ايه 85؟ ليه يعني؟ هقول لك انا ليه يا حاج، لانك باذن الله مش هتاخدهم مره واحده. طب وده يبقى اسمه بيع وشراء؟ الله، ما الارض هتفضل ارضك برضو يا حاج سمره طول ما احنا بنسدد لك في الايجار، وهنديك ايجار محترم كل شهر، بس كل ما يقل الدين يقل الايجار، وهنديك 20000 جنيه مؤدب، لا ورق ولا وصولات امانه، تبقى بتاخد كده مرتب محترم كل شهر والارض عرضك. بسم الله ما شاء الله، كويس ان انا شفت ابتسامه الرضا على وشك يا شيخ عم جيد. وبعدين يا حاج ابو سمره المفروض تطمن اللي بينا الراجل البركه ده. والله، وتدعينا بالتوفيق ان ربنا يبارك لنا في مالنا وعملنا. يا رب يا رب. فلوس اللي معاك يا محمد. جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. 20000 جنيه يا حاج. البركه. نسمع الفتحه للنبي. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاج عبد المجيد، ناكل عيش وملح مع بعض بقى؟ ايوه امال، بالهنا والشفا. اتفضلوا خدوا ايديك. الارض يا رجاله، ارضنا بدايه الحلم، الارض اللي دفعنا فيها دم قلبنا ولسه هندفع فيها تاني. مش مهم، مش مهم خالص، المهم انت وانت بتدفع بتدفع في ارضك ملكك. الاهم بقى اللي احنا نشتغل ونشغل دماغنا ونشغل دراعاتنا. أنا عايز الأرض تجيب فلوس، تمطر فلوس. نفسي كل الناس تعرف إن ولاد توفيق بيعرفوا يشغلوا دماغهم صح، مش شايلينها فوق كتافهم عيرة كده. إن شاء الله، إن شاء الله ربنا هيكرمنا آخر كرم وهنحقق كل اللي بنحلم بيه. لا، نحن نحن المهم بقى يا محمد إننا نفضل نحلم نحلم نحلم. نحلم إيه منك ليه؟ انا عايز بدل ما احلم والكلام الفارغ ده اعرف انا دفعت كام وهكسب كام وكام ده بكره هيجيب لي كام. لا احمد، الموضوع ده ما فيهوش هزار. لا والله ما فيه هزار احمد، والله ما فيه هزار. هو ده الفرق اللي بينك وبينه، انت مش هو وهو مش انت.
انا بقى واخد احلى حاجه فيكم انتوا الاثنين. انت عارف مقوله احلم بالمستحيل تعمل الممكن؟ لا معرفهاش. خلاص انا اسف ولا كاني قلت لك حاجه، المهم تفتكرها دلوقتي وتعمل بيها. ماشي. عارفين يا اولاد انا نفسي في ايه؟ انا شخصيا عارف. وانت يا احمد؟ يعني بشرط يعرف وانا لا طبعا عارف. طب نفسي في ايه؟ نفسك تجيب اخرها. ايوه يلا يلا. يلا يلا الله. مالك يا ابو سمره؟ مالي الظاهر هيروح من تحت ايدي يا شيخ عبد المجيد، وانا خايف بقى بصراحه. لا هطول ابيض ولا اسود. يعني ايه؟ يعني انا مش هبيع الارض دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان انا جايب لك الفلوس دي تديها لهم تاني، وانا مش هبيع لهم الارض، والحمد لله ان احنا لسه على البر، لا مضينا ورق ولا خدوا عليا اي حاجه. لا 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 ده في بيننا عهد وعلى يدي، يعني انا الضامن يا ابو سمره، انا الضامن وقرينا فاتحه. ايه انت عاوز تحط راسي في الطينه؟ احضر معاك عهد ونقرا فاتحه ونحط ايدينا في ايدين بعض، وفي الاخر جاي عاوز تدوس على العهد ده برجليك؟ يا اخي ده من امنك تامنك حتى لو كنت خاين. انا مش خاين يا حاج عبد المجيد، وبعدين بصراحه الارض تستاهل اكتر من كده. لا حول ولا قوه الا بالله، اكتر من 20,000 اللي زودهم لك على تمن الارض الاصلي. ايوه ايوه. وده مين بقى بالصلاه على النبي اللي شرع عليك بالسعر الجديد ده؟ الحاج محي. الحاج محي. طب بطل طمع بقى يا ابو سمره وارضى بمقسومك عشان ربنا يبارك لك. يا خطوة عزيزه يا سموح. اتفضل. عزيزه. ما خلاص بقى، ما طلع فيه اللي أعز منها صباح. العزيز يا سموحي اللي ياخد ويدي، مش قبل ما ياخد يقطع ايدين اللي هيديلهم. والعزيز اللي انت بتتكلم عنه ده ادى من غير ما ياخد. وعرفت سكته منين؟ اللي انت ما تعرفش، مش امي الله يرحمها قبل ما تموت وصيته عليا وقالت له خلي بالك من صباح وعيالها. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتنوري بقى. يحق ايه لتنور وتشمت كمان؟ ده انت بتاخد مننا الحاجة بتراب الفلوس وانتو النهى كمان. خلاص يا ستي ما تزعليش مني، انا غلطان. بعد ايه بقى؟ بعد ما نويت اخد منك ومن غيرك بالسعر اللي هياخد منك بيه. بقول لك ايه ده من غير ما ياخد حاجة، ولا انت بقى ما سمعتش عن الفلوس اللي ادها لابو سمرة من غير ورقة ولا امارة؟ يعني ايه الكلام ده صباح؟ يعني بصريح العبارة كده ما تتكش علي اكتر من كده، علشان بقى مش عايزة اتكلم معاه. وروح يلا دور بقى على المربين زباينه. الله 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 الله، ده انت صوتك عالي اهو وبنت له رنه كمان. طول عمري صوتي عالي، بس البعيد هو اللي كان اطرش. ما هو لما يبقى واقف في ظهري تلات رجاله زي الورد ومعاهم راجل كباره زي الشيخ عبد المجيد، يبقى لي ظهري وصوت وايد طويله كمان. كده يا صباح ماشي، يبقوا وروني هتبيعوا وتشتروا بعد كده ازاي من غيري. مع السلامة يا اخويا والقلب دعيلك. ولك يا صالح، حلقة السفر دي عاملة زي حلقة العيد بالظبط، يعني عايزك تظبطني وتخليني اخر من جه. طول عمرك عايق وبرنس يا سي فتحي. الله يصلح حالك يا اصيل، مش عايز اي حاجة من السعودية يا صالح، انت تؤمر اي حاجة. ربنا يكرمك اخويا، المهم تروح وترجع لنا بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبي. كان في امانة كده يا صالح عايز امنك عليها، بس امانة عليك يا شيخ ما تفتحهاش غير لما اسافر. من عينيا الاثنين، فين هي الامانة؟ كلمتين سر وتحطهم في بير ملوش قرار. ماشي ماشي يا اخويا. اختك نعم. ايه جاب لها عريس انت راخر؟ ايه ده، هو في حد جاب لها عريس غيري ولا ايه؟ ابوك يا سيدي الحاج توفيق. ابويا يكونش عايز يتجوزها يا صالح؟ يا راجل يتجوزها ايه، ده قد ابوها، هو كان عندي هنا باخد له دقنه وقال ان هو عنده عريس لنعم اختي. وما قالكش مين؟ لا قال لي هقولك بعدين. انا بقى هقول لك ودلوقتي حالا، بس زي ما اتفقنا يا صالح ما تفتحش بقك لاي حد لما سافر السعوديه بالسلام. ماشي يا فتحي، مين العريس؟ محمد اخويا ابن امي وابويا. لا
ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألف مبروك يا أخ أحمد. الله يبارك فيك يا عمر، الله يكرمك. هي مفاجأة فعلا، ربنا يبارك لكم فيها. عرفت بقى أنا كنت مخبي عليك ليه؟ لو كنت قلت لك كنت حرقت المفاجأة. خير ما فعلت يا أخ محمد. على ما بلاش أخ دي بقى، بقيت أتشائم منها يا عمر. أستغفر الله يا أخ أحمد، أستغفر الله. لا يا سيدي ما أقصدش، ما أقصدش والله. أنا بس أقصد يعني إن إحنا فعلا كلنا إخوات، من غير ما أقول لك يا أخ يعني لولا أنت أخونا كنا جبناك هنا. اعتبر نفسك كده زي أخونا فتحي. يا سيدي واللي ليك والله العظيم اكتر من اللي لينا. طيب انا عايز افهم ايه المطلوب مني بالظبط عشان اقدر اعمله. مطلوب وجودك هنا وامانتك وضميرك وعلمك يا دكتور. بص يا دكتور، دلوقتي يا حبيبي انت مشهود لك بالتفوق والكفاءه، كل اللي مطلوب من حضرتك انك تهتم لنا بالثروه الحيوانيه اللي موجوده في الارض هنا وتطلع لنا منها اعلى انتاج ممكن، واحنا علينا ننفذ لك كل طلباتك. تقول عايز كذا تلاقي، هاخد كذا تحت امرك. على فكرة احنا ممكن نعمل لك استراحة هنا تقيم فيها لو انت عايز، وعلى فكرة برضو الفلوس اللي قال عليها زي ما انت عايز. يا جماعة الموضوع مش موضوع فلوس، انتوا عارفين الفلوس دي اخر حاجة، كفاية ثقتكم فيها. انا بس عشان اكون امين على الحاجة اللي انتوا هتأمنوني عليها، عايز اعرف عدد المواشي الموجودة هنا قد ايه وتصنيفها ايه. احنا عدد المواشي اللي عندنا محدود جدا، عشان كده انا بفكر جديا اني اخد كل المواشي اللي عند الفلاحين. انت هتشتري كل المواشي اللي موجوده في البلد؟ لا هاجرهم. تاجرهم ازاي يا سيدي؟ انا هعمل اتفاق مع الفلاحين، مالكش انت دعوه، هاخد المواشي والفلاحين قاعده في بيوتهم، هتولى انا بقى رعايه المواشي من ناحيه العلاج الاكل الشرب، بس على شرط الاتفاق معهم يكون بعقد سنوي، ياخدوا اجارهم هم كل شهر وما لهمش دعوه، كسبت انا خسرت ما لهمش دعوه. انت بقى عليك تعمل لنا نظام يضمن اعلى انتاج واعلى ربح. وعلى فكرة لو عايز تاخد نسبة ماشي، مرتب ماشي. يا أخ أحمد أنا الفلوس دي مش مهمة عندي خالص، أنا عايز بس أطرح عليك فكرة إن أنت ممكن تشتري مواشي بدل حكاية الإيجار دي، لأن حكاية الإيجار دي مش مضمونة، خصوصا إن أنت قلت إن الإيجار ده مع الفلاحين هيكون لمدة سنة. مين يضمننا إن الفلاحين ممكن يمضوا معانا سنة تانية وتالتة؟ ليكن يا أخ عمر. احنا قلنا ايه؟ انا مؤاخذة، ليكن يا عمر من غير اخري خالص. دي البهيمة عند الفلاح زي عيل من عياله، في حد هيقدر عياله يا دكتور؟ يعني هو في حد بيبيع عياله صلاح؟ انما بيبيعوا بهايمهم. ايوه يعني البهيمة مش زي العيل يا صباح، وبعدين اللي عنده بهيمة هتفضل بهيمته برضه، هياخد فيها فلوس كمان. والله انا اول مرة اسمع الكلام ده. ما هو ده الجديد. بس لازم انت تبقي مقتنعة عشان تعرفي تقنعي الناس التانية. والله يا دكتور انا من ايدك دي لايدك دي وهعمل اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول لك اهو من دلوقتي الفلاحين مش هيردوا، وان رجعوا النهارده هيرجعوا في كلامهم بكره. هو ايه ده اللي يرجعوا في كلامهم دول؟ ما احنا هنمضي معاهم عقد لمده سنه. سنه بحالها؟ طب افرض يعني واحد فيهم اتزنق ولا اتحوج وعايز يبيع البهيمه. لا قدر الله، في الحاله دي بقى احنا هنشتريها، وبعدين ان شاء الله ربنا لا هيحوجهم ولا يزنقهم، احنا هنديهم الايجار بتاع البهيمه كل شهر، واللي عايز يجي منهم يشتغل يتفضل، وبرضه هياخد مرتب كل شهر. والله يا دكتور انا هعمل اللي عليا واقول لهم وافقوا وافقوا، موافقوش انتوا نصيبكوا بقى. ايوه بس احنا مش عايزينك تقولي لهم، احنا عايزينك تبداي بنفسك وتاجري لنا البهيمه بتاعتك. يا ريت يا دكتور ما كنتش اتحوجت للي يسوى اللي ميسواش، ده انا ما حلتش غير معزه وشويه فراخ. ما احنا عارفين يا صباح، عشان كده جايين نتفق معاك نجيب لك بهيمه وترجعي انت تاجريها. بالذمه ده اسمه كلام ناس عاقلين يعني ولا مؤاخذه؟ لا هو فعلا مش كلام ناس عاقلين، بس احنا من غير ما اي حد يعرف هنشتري لك بهيمه، وتقولي انت للناس انك رهنت البيت وبقت المعزه والفراخ عشان تشتري البهيمه وتاجريها لنا، اهم حاجه انك تقولي للناس كده الحكايه تتنشر في وسط البلد كلها، يجوا جري علينا اجروا لنا بهيمه. شفت الحكايه سهله ازاي؟ حق يا دكتور، ده العلم نور والجهل واكسه بعيد عنك، اكيد الحكايه دي انتوا درستوها في الجامعه او قريتوها في الكتب. احنا درسناها في الجامعه صباح. لا وخدي بقى المفاجاه الجامده دي، البهيمه اللي احنا هنجيبها لك هديه مننا ليك يا ستي. المهم اول ما تقابلي الناس اللي ما يتبلش في بقهم فوله تحلي فيهم ما يقولوش لحد. ده انا هحلفهم وحلف اللي خلفوهم كمان. دي بهيمه الحاج اللي طالب السعوديه كابينة 2. ايوه انا اللي طالب السعوديه، مش النمر اخرها 3 4 8. ايوه يا حاج. فاضل كابينة كام؟ 2. ابو شبع خلاص هنا في كابينة. شكرا يا اخويا، شكرا كتر خيرك يا اخويا. ها صاحبي جرس اهو صح. الو. ايوه ابو خير. ايه بس يا بنت منك ليه؟ امي حصل لها حاجه؟ لا امك كويسه يا اخويا، انا اللي حصل لي حاجه. يابا قلقتني، في ايه بس قول لي. يعني مش عارف مالي يا سي فتحي،
طب تستعبط يا راجل، انا بتستهبل بقى رايح تخطب اخت صالح لاخوك اخت صالح يا فتحي اللي انا مكلمك عليها دي جزات يا واد اني فضفضت لك وقلت لك اللي في قلبي تقوم تعمل كده يا اخي يا اخي ده من امنك لا بتخونه ولو كنت خاين يا اخي ده عيب اني كبرتك ده انا كنت بعاملك على انك انت اللي ابويا مش انا اللي ابوه تقوم تضحك عليا يا فتحي ماشي ماشي يا حاج فتحي ان ما كنتش هفرغك وحياه امك لوريك يا فتحي يابا هدي نفسك شويه ايه مالك وبعدين بقى لقيت الحق بقى محمد اولى بالجوازه انت هاد اتجننت يا هاد اتجننت عايز تجوز اخوه اللي ابوك كان عايز يتجوزها عايز تعمل فتنه بناتنا يا حاج فتحي طب قول لي انك مش عايزني اتجوز كنت تقول من الاول بدل ما تضحك عليا بتضحك على ابوك يا ابن امك يابا العفو ما تقولش كده يابا وبعدين والله العظيم ما حد يعرف على الموضوع ده حاجه ولا محمد كمان هو صالح بس اللي يعرف والوقت انت كمان وانت فاكرني هاكل من الكلام ده يا سي فتحي لا يا حبيبي بقول لك ايه يا فتحي حطها حرقه في ودنك بعد الحركه دي انت خسرت ابوك طول العمر طول العمر يا حاج فتحي يابا ليه بس الكلام ده هو ده الكلام اللي عندي يا فتحي وما عنديش كلام تاني غيره ويكون في علمك البنت دي انا اللي هتجوزها ايه رايك بقى ولو محمد اخوك راح يتجوزها هطلع امك وشحططكم وشربكم في الشوارع يا اولاد فتحي عشان تبقى تتشطر يا فتحي وتروح تطلب اللي عايز يتجوزها ابوك لاخوك ها ماشي يا فتحي ماشي يا حاج لا تانية ولا تالتة خلاص ماشي غور في داهية مش انت اصلا ده انا بقول لفتحي ابني فتحي ابني ده عايش في السعودية بس عامل فيا حتة حركة بعيد عنكم فتحي ورا غور في 60 داهية